حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقائي المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نضيء في حلقتنا اليوم على الاحتفالية المركزية لجمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية في لبنان ونادي خريجي أوكرانيا لمناسبة يوم المرأة العالمي، والتي جرت فعالياتها في بيروت. وفي فقرتنا الفنية نتعرف على أحد أكثر الأعياد انتشارا في الربوع الروسية، وهو يوم استقبال الربيع ماسلينيتسا، مخصصين أغنية الحلقة له. لكن قبل ذلك، وفي متابعتنا للاهتمام الثقافي المتزايد في روسيا الاتحادية اليوم بمنطقتنا العربية ولبنان، نتوقف عند كتاب بحثي قيم صدر مؤخرا في موسكو، تناول بالتفصيل تاريخ الموارنة اللبنانيين. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. صدر عن معهد الاستشراق في العاصمة الروسية موسكو بحث علمي بعنوان الموارنة، التقاليد، التاريخ، السياسة. ويعتبر الكتاب الأول من نوعه في روسيا، الذي يتناول تاريخ الطائفة المارونية منذ نشأتها في أواخر القرن الرابع الميلادي بظهور الناسك مارمارون وأتباعه في جبل المنسك وقيام الكنيسة المارونية أو الكنيسة الانطاقية السريانية المارونية وما شهدته هذه الطائفة من مد وجزر حتى يومنا هذا. ويبحث المؤلفان الدكتور ميخائيل رودونيوف من بطرسبرغ والدكتور أليكسي سرابياف المتخصص في التاريخ العربي من موسكو تقاليد الموارنة ودورهم في الحياة السياسية في سوريا ولبنان وغير ذلك من مناطق الشتات في العالم. وبرأيهما أن دير السيدة تبكركي في لبنان حيث مقر البطريركية المارونية يمثل المركز الروحي الرئيسي للطائفة ويمارس دورا مهما في حياة الموارنة. إن صدور الكتاب في هذه الأيام يتسم بأهمية آنية حيوية نظرا لاحتدام الوضع الطائفي والإثني بين أتباع مختلف الطوائف في الشرق الأدنى، حيث يقطن القسم الأكبر من الموارنة. وحسب قول المؤلفين، فإن هذا الوضع يمس بهذا القدر أو ذاك مصالح روسيا أيضا بحكم وجود أتباع الكنائس الأرثوذكسية الأربع في القسطنطينية وأنطاكيا والإسكندرية والقدس في هذه المنطقة، وبحكم ظهور النزاعات الأصولية والجهادية الإسلامية المتطرفة يتعرض للخطر اليوم وجود المسيحيين في المنطقة ومنهم الموارنة، وتحاول قوى التطرف استغلال الوضع بغية تقويض السلام بين الطوائف والقوميات السائدة على مدى القرون، علما أن لبنان حيث يقطن ثلث الموارنة البالغ عددهم في العالم نحو 3 ملايين، يراه المؤلفان بلادا فريدة من نوعها من حيث تعددية طائفية، وكانت منذ القدم مسرحا للصراعات الطائفية. ويتناول الباحثان الأحداث الدامية للعام 1860 التي قادت إلى مذابح المسيحيين في جبل لبنان وسوريا حين أيدت بريطانيا الدروز واعتبرت أن المارونيين أصبحوا ضحايا لاستفزاز دبره الفرنسيون، لكن الواقع بموجب الوثائق المتوفرة يشير إلى أن القوة العسكرية الفرنسية أنقذت المسيحيين في جبل لبنان ودمشق من الإبادة. ويرى الكتاب أن الباحثين الروس التزموا دوما لدى تناول قضية الموارنة بإطار البحث العلمي الأكاديمي باعتبار ذلك جزءا من دراسة مسيحيي المشرق، لكن الكثير من المستشرقين الروس الذين درسوا أحوال مسيحيي المشرق مثل ميشيرسكي وسوكولوف وبينشيفيتش قد تعرضوا بعد قيام ثورة أكتوبر 1917 في فترة مكافحة الأديان للاضطهاد. والمستشرق المعروف إغناطيوس كراتشكوفسكي الذي نجا من الملاحقة لفت الانتباه في أعماله لاحقا إلى أدباء المهجر المسيحيين مثل جبران خليل جبران وأمين الريحاني، وترجم إلى اللغة الروسية مقتطفات من أعمالهم المتعلقة بأوضاع مسيحي الشرق. ومنذ العام 1970 بدأ في الاتحاد السوفيتي صدور مطبوعة مختارات فلسطينية التي ركزت الاهتمام على أوضاع المسيحيين في المشرق العربي. وفي مطلع التسعينات من القرن العشرين بدأ نشر بحوث
كثيرة حول مسيحي المشرق ومنهم الموارنة، لكن الكتاب الحالي يعتبر أول بحث شامل عن تاريخ الموارنة وتحديد الهوية الطائفية المارونية وتقاليد الطائفة وأحوال موارنة الشتات وأشهر الشخصيات المارونية، ويرفق الكتاب بكثير من المراجع والوثائق الروسية والأجنبية. Вдоль по речке речки утки плавают. Мы живем на разных берегах. Приходил к тебе девчонка славная и стоял в 15 шагах. Река, речонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека. Кря, 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 кричали зря, зря, зря. Ты ходишь к этим берегам. А утки кря, 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 кричали парень зря. Ты ходишь к этим берегам. Ты белье стирала босоногая. Я стоял с друзьями у плетня. Волосы твои я в мыслях трогаю, обнимаю мысленно тебя. Река, речонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека. А утки кря, 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 кричали зря, зря, зря. Ты ходишь к этим берегам. Кричали парень зря, ты ходишь к этим берегам. Дурень, рвал я собственные волосы, кто-то ту речонку переплыл. Покорился ласковому голосу, а потом девчонку покорил. Река, речонка, девчонка, я приходил к тебе издалека. А утки кря, 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 кричали зря, зря, зря. Ты ходишь к этим берегам. А утки кря, 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 кричали парень зря. Ты ходишь к этим берегам. Ой, тоска, тоска моя осенняя, как же мне теперь тебя унять? Потерял ведь не иголку сенья, а девчонку средь белого дня. Река, речонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека. А утки кря, 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 кричали зря. أصدقائي، أقامت جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي ونادي خريجي أوكرانيا احتفالا مركزيا في بيروت لمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك جريا على عادتها منذ أكثر من 40 عاما، وقد حضر الاحتفال نحو 600 متخرج ومتخرجة. تحدثنا عنه في التقرير التالي الزميلة كارولين بزي. بالوردة الحمراء استقبل خريجو جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق وخريجو أوكرانيا النساء في احتفال يوم المرأة العالمي الذي أقامته جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق بالتعاون مع خريجي نادي أوكرانيا في صالة السفراء في فندق الكورال بيتش. وحضر الاحتفال سفيرا روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى وفد الجالية اللبنانية في بيتربورغ. استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني والروسي والأوكراني، ووجه سفير روسيا لدى لبنان كلمة هنأ بها المرأة في عيدها، وكذلك فعل سفير أوكرانيا لدى لبنان.
بدوره أعرب رئيس جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية الدكتور علي قبيسي عن سعادته للقاء الجامع لخريجي الاتحاد السوفيتي السابق في يوم المرأة، ولماري توين تحية في عيدها، حيث أنها تغيب عن هذه المناسبة للمرة الأولى منذ 30 سنة. حضرات السيدات والأنسات، اسمحوا لي أتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد يوم المرأة العالمي. أوباجاني ألكساندر سيرجيتش، أوباجاني فلاديمير سيرجيتش، دراجيه كاليجي، حضرات ممثلي التيارات السياسية، الزملاء في وفد نقابة المهندسين، أنت إكس من جيبوس، هذه رسالة عاجلة لأنه في حدا انضم إجا من سانكتسبورغ لحتى يحضر هذا الاحتفال، وحسب ما قال لي إنه مانعين الطيران الإمارات القصورية فبرم دبي السعودية مصر بيروت لوصل، صاروا 13 ساعة عم بطير بالجو وأخيرا وصل. بنرحب بوفد الجالية اللبنانية مدينة بيرسبورغ برئاسة رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في ساحة بيرسبورغ الدكتور مسلم شعيتو. دوري بيت الرسام، مساء الخير. بدي أعبر عن سعادتي لهذا اللقاء، هذا اللقاء الجامع بالقاعة اليوم موجود 600 زميل وزميلة، يفوق هذا العدد من أراد أن يضم إلى اليوم. بتشكر كل الزملاء اللي اختاروا يكونوا مع وحدة الخريجين. بتشكر كل الخريجين اللي بعضهم عم بيعيشي بالأوبشيجيتي اللي ما كنا نعرف هذا المان هذا من وين، اللي ما كان في لا اقتصاد لا سياسي ولا طائفي. شكرا أيها الخريجون ليتوا اليوم على هذا الاحتفال. المحطة الثانية اللي بدي احكي فيها، واسمحوا لي احكي فيها بكل فخر، بشهر كانون اول العام الماضي يعني من 3 أشهر صار في مؤتمر موسكو، مؤتمر دولي لكل الخريجين، وكان لبنان ممثل باكبر وفد، عداد الوفد 32 شخص. الوفد اللبناني الوفد الوحيد غير الوزراء والنواب والكسمره هو اللي اتكلم جزء الافتتاح الاساسيه، اول افتتاح المؤتمر. واكثر من هيك كل وكالات الانباء الروسيه صورة المؤتمر اخترتها هو الوفد اللبناني. للاشاره كمان كان الوفد اللبناني كله نفس اللباس موحد، ودائما بالمحطات الجميله والسعيده دائما في محطه حزينه. من 30 سنه لهلا في زميله بتعز علينا نفتخر فيها، كونها نالت اهم المواقع الاكاديميه بلبنان، قدرت انه تكون عميده بالجامعه اللبنانيه اول مره من 30 سنة. مريت توين بتغيب عن هذا الاحتفال. بتمنى الكل وجه تحية تسفيق لهذه المناضلة اللي رحت عم بتطير. شكرا وكل عام وانتم بخير. من ناحيته رئيس نادي خريجي أوكرانيا ذوقان جراماني اعتبر أنه من الضروري إيجاد جسر تواصل بين خريجي أوكرانيا الاتحاد السوفيتي وخريجي أوكرانيا اليوم. باسم نادي متخرجي جامعات ومعاهد أوكرانيا في لبنان نرحب بكم جميعا ونشكر تلبيتكم دعوتنا إلى هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. عزيزة طبعا لأن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الإبنة، هي الزوجة، وهل هناك أعز من أولئك على قلوبنا؟ هي رمز للجمال والعطاء، للطيبة والسخاء، هي نعمة من السماء. بهذه المناسبة نتقدم من جميع السيدات الموجودات معنا اليوم بأحر التهاني والتمنيات بالصحة والسعادة. لابد من بعض الكلمات عن نادي خريجي أوكرانيا لتكون الأمور واضحة للجميع. لقد أقدمنا نحن مجموعة من خريجي أوكرانيا وبتشجيع من سفارة أوكرانيا في لبنان بشخص سعادة السفير السيد فلاديمير كوبا، وبالتنسيق والتعاون مع جمعية خريجي الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية في لبنان إلى تأسيس هذا النادي
لقد رأينا أنه من الضرورة إيجاد جسر يجمع بين خريجي أوكرانيا الاتحاد السوفيتي وخريجي أوكرانيا اليوم، وأن نجد إطار لتعارف وتواصل وتعاون الخريجين فيما بينهم وتعزيز علاقات التعاون وعلاقات الصداقة القديمة المتجددة بين لبنان وأوكرانيا. وأرجو أن يكون هذا النادي هو الإطار لهذا العمل. لذلك ندعو جميع متخرجي أوكرانيا في لبنان إلى الانضمام إلى نادي متخرجي أوكرانيا والمشاركة بنشاط في كل فعالياته وفي كل أعماله. ولمن يريد اليوم في هذه اللحظة أن يكون عضوا في نادي أوكرانيا، ما عليه إلا أن يدون اسمه في الاستمارة الموجودة على الطاولة أمامكم. وفي الختام أقيم حفل موسيقي جمع بين الأنغام الروسية واللبنانية. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج. كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. استمعنا ضمن فقرتنا الفنية إلى أغنيتين مخصصتين لعيد استقبال الربيع في روسيا الاتحادية ودول الاتحاد السوفيتي السابق. ماسلينيتسا هو عيد وداع الصيف واستقبال الربيع، ويعبر عن انتظار الدفء القريب بفرح وعن اخضرار الطبيعة وتجددها. ماسلينيتسا هو أحد أكثر الأعياد الشعبية انتشارا، حيث يمكن التنزه في الهواء الطلق وتناول الفطائر المحلات، وإلا كما يقال ستكون السنة مملة وغير منتجة. في الماضي القديم في روسيا كان هذا العيد هو رأس السنة، وبقي الشعب يحتفل برأس السنة في الأول من شهر أذار من كل عام حتى القرن الرابع عشر، ووفق المعتقدات القديمة كما يستقبل الشخص سنته الجديدة كذلك سيبقى طيلة العام. فلذلك كان الناس يحتفلون بهذا العيد بسخاء وفرح كبيرين.
وليس عيد ماسلينيتسا حكرا على الشعوب السلفية، فعمليا كان يحتفل به على امتداد أوروبا. وبقيت تقاليد استقبال فصل الربيع محظوظة في احتفالات وأعياد العديد من المدن من سيبيريا حتى إسبانيا، ويتحول العيد في مدن أوروبا الغربية إلى كرنفالات كبيرة يشترك فيها الجميع، ومن تقاليد تلك الاحتفالات النزاعات المفتعلة على سبيل اللهو والمرح. لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد الدين رائف. еще немного еще чуть-чуть последний бой он трудный самый а я в Россию домой хочу я так давно не видел маму
а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.